تعال تعال، عادي عادي عادي، ده عشان لسه انت في الاول. عادي عادي، انا حاسس بيك، حاسس ان في حاجه خلقك من جوه، صح؟ ابلع حزنك، ابلع الحزن اللي انت فيه، واقول لك عيط، عيط براحتك بس من غير دموع. الدموع دي ما تبانش وما تنزلش. انت فاكر السجن اللي احنا فيه هو ده؟ السجن تسجن كل حاجة جواك، دموعك، حتى صوتك، أي حاجة وجعاك. ما يصحش تبان قليل في السجن، ما يصحش. ضعفك داري، قوتك وريها للناس، فاهم؟ فاهم؟ بس عارفة يا زينب، الست اللي اسمها كوثر دي خطيرة جدا والله. شفت عرفت ازاي ان احنا متجوزين جديد؟ ست عجيبة جدا. ولا شفت لما كانت بتتكلم مع الجماعة اللي لابسينهم صباح؟ لا 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 لا، الحكاية بجد، الست دي بتعرف، صح ولا ايه؟ ممكن. مالك يا زينب؟ انت تعبانه؟ انا ممكن اقعد النهارده ما انزلش. لا لا، روح شوف وراك ايه. ده ربنا سبحانه وتعالى قال: وكل اعماله فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. طيب انا مش هغيب عموما، هدفع بس تامين العربيه وتاني جاي. انت هتروح له مصباح؟ انا هحضر الغدا الاول واروح لها. محروس. خد بالك من نفسك بقى. حاضر. أنا عايزك أنت اللي تاخدي بالك من نفسك. حبيبتي. الحمد لله يا رب. رزقتني بملكة جمال. وعندها الإيمان ده كله في قلبها. طب أعمل إيه؟ أروح فين؟ ربنا يخليك ليا يا زوزو. يخليك يا محمد. أقول لك معايا هريسة؟ حبيبتي. يلا. شفتي؟ نسيت المفاتيح. انت اللي يبص في عينك ينسى نفسه. يلا حبيبتي، السلام عليكم. صباح الفل يا باشا. معلش اني بكلمك في البدري. ربنا يوسع عليك، ما يأمر عليك ظالم. بقولك يا باشا، مفيش شيلة جامدة كده عطرتوا فيها الكام ساعة اللي فاتوا دول؟ ست ودي اتمسكت بيه؟ لا ترمضولي ايه؟ لا لا لا، مش هي. ماشي يا عمهم، صباحك رزق ان شاء الله. بس والنبي لو ظهر قدامك حوار زي اللي لغيتك عليه ده بقى لغيني. ماشي، احنا معادنا اول الشهر ان شاء الله. سلام يا عمو.
ألف سلامة. بقول لك يا عم أنسي، هو اللي أنت كلمته ده بيخدم فين؟ في مكتب المكافحة ذات نفسه. سكة من اتنين يا راشد ملهمش تالت. البت دي طمعت في الحاجة وهي في القطر، الشيطان وزها وقالت تخلصها من لكن نفسها. السكة التانية تكون متفق مع البت دي وعايزين تأكلوني اللي ما يتاكلش. لا، وعهد الله اللي في دماغك ده ما حصل، ولو فتون هي اللي عملت كده يبقى ضربتنا على عيننا احنا الاتنين. مش مصدقك بس ماشي، انت كده كده بتاعي لحد ما اتاكد انك ما بعتنيش للبنت دي، وهجيبها هجيبها هجيبها، كيس واحد من اللي معاها يطلع، ولما اجيبها هي اللي جابته لنفسها بقى، هعمل لها ايه؟ ماشي، انا مش هفكك غير لما ترجع. امرح، عايزك تبرطع. سلام يا برنس. منك لله يفتون، منك لله يفتون. ايوه ايوه ايوه، حاضر. صباح الخير. في هي الساعة كام؟ داخلة على 10. وايه اللي جايبك يا فتون الساعة 10 الصبح؟ خير؟ ايه قلة الذوق دي؟ هو انا كنت بايتة في حضنك؟ طب والله العظيم انا ما نمت من امبارح. ما نمتيش من امبارح؟ طبعا، ما هي دي الشغلات اللي بتنيم الناس وش الصبح. طب بذمتك مش الشغل عند فاضل كان احسن وانضف؟ على الاقل هو فنانه راحت، الفنانه جت، بدل الرجوع وش الصبح ومحدش عارف جايه منين. هي الامخاخ الوسخه اللي زيك دي هي اللي بتفكر كده. يا اخي انا كنت في قهوه في وسط البلد قاعده على كرسي خشب لحد ما عظمي نشف. ما عندكيش حاجه اصطبح بيها؟ هو انت ما عندكيش دم؟ استباحه ايه اللي يخلي واحده زيك تسيب بيتها وتروح تبات على كرسي في قهوه في وسط البلد؟ صدقي وتامني بالله انا غلطانه، غلطانه اني اول ما فكرت اروح لحد جيت لك انت. ما انت عيله الا وهتودينا في داهيه. اوديكي في داهيه؟ واضح من كلامك انك عامله مصيبه. خير يا فتون؟ في ايه؟ هاتي من الاخر. اسكتي يا بنت، انا عملت غرزه شقاوه كده بس هتنقلني نقلة تانية خالص، بس هي محتاجة شوية تظبيط. هتعملي لي قهوة ولا لأ؟ طبعا أعمل لك أحلى قهوة يا حبيبتي من عينيا طبعا. والغرزة اللي حضرتك غرستيها وجاية بيها غرزة شمال؟ شمال الشمال.